يعني دائما من تروحون على الطبيب تبي تقول انتوا عندكم فد حالة، يعني فد عرض مثلا جسمي، خلينا نقول عندك وجع بالصدر، وجع براسك، ضيق تنفس، قلة نوم، ترجعون للبيت انتوا قايل لكم الطبيب هاي حالة نفسية، بعدين انتوا تستعلون يابا انا ما بي شيء، يعني قابل مثلا حشاكم واحد مقاول مخبر مثلا، منقولها بالعراق احنا صح نقولها زين، بس هو الحكي هذا صحيح، هاي كلها على اساس دراسات علمية يقولون اثبتت الدراسات 75% من الاعراض اللي انتم تروحون بها للطبيب يسببها حالة نفسية، يعني عندنا مثلا يعني خاصة الاعراض اللي يعني متصلة بالجهاز الهضمي، مثل واحد معدته مو زينة دائما عنده حرقة بالمعدة، او يصير عنده مثلا حتى لعبان نفس، ممكن يصير عنده انسحاب، ممكن يصير عنده اسهال ايضا، واحد تشنجات بجسمه، وجع بجسمه دائما ما يعرف من يجي الوجع، ساعة ايده، ساعة رجله، ساعة ظهره، زين عندنا بعد قلة النوم او كثرة النوم هم سبب هالحالة النفسية مثل ما تفضلتي، ضيق التنفس ايضا. بعدين احنا سوينا مجلس العراق الصحي اللي هو جمعنا جمعنا اللي يشتغلون العراقيين، اللي يشتغلون ويا اللاجئين العراقيين حتى من غير العراقيين بالمنظمات اللي تعتني باللاجئين، شفنا شنو اكثر المواضيع اللي هم اللاجئين العراقيين مجتمعنا يشكي من عندها، فالحالة النفسية كلهم اجمعوا عليها انه على الاصوات اخذت. بعدين اكو دراسات يعني اخرى شو تقول انه الاعراض النفسية تكلف امريكا حوالي 300 مليار دولار سنويا حتى يعالجون هذه الأعراض النفسية، فلهذا احنا قررنا نسوي هذه المحاضرة. تعريف الصحة انتوا جاوبتوا عليه انه الانسان مو بس تكون صحته الجسدية زينة، لازم صحة نفسية زينة. فتعريف أدق عندنا منظمة الصحة العالمية شو تقول؟ الصحة الجيدة هي مجموع الصحة البدنية والاجتماعية والعقلية والنفسية، وليست مجرد أو وليس مجرد يعني انعدام المرض أو العجز الجسدي. شنو الصحة النفسية؟ نعرف الصحة النفسية هي قدرة كل إنسان على أن يفكر ويتصرف بالطرق التي تعزز من قابليته على الاستمتاع بالحياة، وهي حالة من الإيجابية العاطفية والروحانية التي تحترم أهمية الحضارة والمساواة والعدالة الاجتماعية والعلاقات الشخصية وكرامة كل فرد. يعني الإنسان هنا الصحة النفسية زين، إنه الإنسان يقدر يواصل حياته بشكل إنه مستمتع بالحياة، مو مجرد يعني بس أريد أعيش، أني أريد أشوف الحياة حلوة، أريد أستمتع بالحياة، مو مجرد إنه أنا بس يوم ورا يوم أكدس الأيام وأكدس الأشهر والسنوات، هذا مو صحيح، جدا مو صحيح. بعد اكو شغله الاخرى، انه الانسان مو بس هو سعيد، اللي داير مداري سعيدين بيه، يعني مو اني اذي الناس اللي داير مداري اعيط عليهم ارفع حسي عليهم، هذا راح ياذيهم قبل لا ياذي هو. المرض النفسي تغيرات قطع التفكير والمزاج والسلوك تؤدي الى ضيق ملحوظ وتؤثر على سير الحياه بشكل طبيعي، يعني مو شرط انت يعني مشخصيك بمرض نفسي، بس انت تحس انه الحياة بعد ما لها قيمة، مو مستمتع بالحياة، توصل احيانا لمرحلة انه المرض النفسي يعيق الحياة بشكل طبيعي، يعني ما تريد تروح للشغل، تتعطل عن الشغل، والشغل بعد رزقك، شلون ما تروح للشغل؟ معناها حالة مرضية هذه، ما تريد تروح للدراسة، ما تريد تدرس. بالنسبة للاجئ العراقي احنا عندنا مفاهيم يعني شوية خاطئة بالنسبة للمرض النفسي، صعب علاجه بالنسبة للاجئ العراقي، وكإنسان عراقي هو صعب، مو مثل مثلا خلينا نقول هنا الناس بأمريكا، غير شكل مو مثلنا، احنا كمجتمعنا وتقاليدنا شوية عندنا صعوبة بهذا الموضوع. أول شيء عندنا الكبت وتقاليد المجتمع واعتقاداته الخاطئة تربط المرض النفسي بوصمة العار والخجل، يعني احنا مثلا
واحد يسألكم شلونكم شو تقولون؟ الحمد لله. بينما الأمريكي إذا تسأله شلونك I'm not okay، أنا مو زين رأسا، يعني ما يصير تكبت بروحك. إحنا هذا جزء من ثقافتنا، يعني ما بدنا نشكي. حتى إذا واحد يشكي بوجهكم ما تقبلون، أنا هم ما أقبل، بس يشكي بس يشكي بس. هو يعني لازم نعطيه مجال، يعني شوية ينفه عن نفسه. بعدين انه اللي يقول انا مثلا يريد يروح يراجع الطب النفسي، الناس اللي دعمه داره واقرب المقربين راح يبدي يتهمه انه هو صار عنده لوثه بعقلي اهلا وسهلا، او مجنون خلينا نقول عليه، وهذا الشيء كلش غلط. بعدين يجي هنا اللاجئ العراقي، هو منتهي انه يعدوب بينقر على العيشه ويعدوب يوفي الأولويات، يا دوب إنه مثلا عندك أنت مو الصحة النفسية بالنسبة إليه المهمة، يجوز عنده سمنة يوجع، عنده ضغط، عنده سكر، هاي الأولى إنه يصرف عليها فلوسه. مو راح يقول والله هاي ما الناس بطرانين، شنو أنا رايح الطبيب النفسي على مدى سولف وش راح يسوي لي؟ زين، مو هاي الأولوية بالنسبة إليه. بعدين شيء آخر، كلكم تعرفون إنه إحنا الحروب اللي مرت على العراق 40 سنة، من سنة 1980 ولحد الآن، حرب ورا حرب ورا حرب. أخر شيء إنه الإنسان العراقي تعود إنه يشوف إذا عنده عرض نفسي أو فد إشكال إنه طبيعي، يعني تعلم على 40 سنة هو عايش ويا هالوضع، ما يشوفه غريب، عادي. شنو يعني واحد يعيط على الثاني، تحكي ويا الجيران أساسا ينفجر بوجهك ويتعارك وياك، هذا شيء عادي صار. مو ما يعتبروا انه خلل. بالاضافه الى انه شغله اخرى، انه الجهل الطبي، يعني الجهل الطبي انه هو ده صار عنده اعراض بس هو مثقف طبيا حتى يعرف انه هذه اعراض مرضيه لازم يراجع عليها الطبيب. فانه بعدين شغله الاخ، انه النظام هنا مو مثل عندنا نظام بالعراق، النظام صعب، يعني عندهم احنا نروح للطبيب وخلاص، هم عندهم هاي الأشياء الروتينية لازم تدخل بالسيستم، وخطوة ورا خطوة بشي منظم، وناس توديك على ناس ما نعرف بيها كلية هاي الأشياء. أنا من الناس، يعني ما صار لي فترة من إنه اكتشفت إنه أنا مطلوبة فلوس، إنه الهيلث إنشورنس مالتي التأمين ما دافعها، لأنه ما متعاقدين ويا هذول الناس اللي أنا رحت لهم. هذا جهل بالنظام الصحي هنا. طبعا الأمراض النفسية هي أنواع عديدة، بس إحنا أهم شيء إحنا نركز على الأمراض العاطفية اللي نسميها الأفكتيف ديسوردرز، يعني الأمراض هذه هي أكثر شيء اللي تصيب اللاجئ العراقي. عندنا أكثر الأمراض اللي منتشرة بين اللاجئين هي الدبريشن أو الاكتئاب، الأنزايتي ديسوردرز، أمراض القلق، الفانيك ديس اوردرز هي امراض الرعب والذعر. زين، عندنا اضطراب ما بعد الصدمه اللي هي البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر. نيجي على الفقره الخانه الاخرى من الامراض اللي هي الذهان او السايكوسيس، دي انواع ايضا، ديبرشن والسايكوسيس، يعني اكتئاب مع ذهانيه، باي بولر، اضطراب المزاج ثنائي القطب، والشيزوفرينيا اللي هي الانفصام. احنا نهتم بالخانة الأولى لأن هي أكثر شيء شائعة بين اللاجئين العراقيين هنا. زين، أريد هسه أسألكم سؤال، ما هي العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالمرض النفسي؟ زيادة الضغط، يعني إذا ظل الضغط الموجود. تمام. إذا إحنا كلنا جربناها أول ما إجينا، أول ما يجي واحد يعرف الوضع يعني بالضبط إيش صار، أول شيء لأنه يراد على نفسه، يعني تزيد مبالغ يعني أكثر من الطاقة، يعني صحيح. إيه، وثاني شيء ما نعرف النظام، يعني تعرفين هاي بالنسبة لي يعني كنظام هذا الإنشور والشركات وهذا، يعني حتى لسه مدى أعرف شنو ال تمام، يعني واحد الانشغال، انشغال بمشاغل الحياة دائما، زين، ودائما التفكير المستمر يخلي الإنسان بسهولة يتعرض لأمراض نفسية. بعد غير هذا السبب، شنو نسمي الإنسان الجاهل؟ حالة اقتصادية، نعم، ما يقدر يوفر سبل العيش. تمام، أي. يعني هم آخر، نعم.
بعد هل يدخل الأولاد المدارس هل الأولاد تربية الأولاد تمام بعد الوضع الاجتماعي مختلف بين هناك وهنا تمام الأولاد وبعدين متابعة خاصة وجهد خاص وسحب خاص صحيح بعد يعني عدم توفير القضايا المهمة للبشر مثل ما احنا ناس كبار جينا شو نسوي احنا شنو اللي يسلينا يعني شنو اللي ياخذ شوية يهدئ من وضعنا يعني دعم اجتماعي ما دعم اجتماعي ما كل من تماما يعني انعزال واحد يعني انعزال واحد قاعد بوحده انا قاعد بوحدي ما عندي احد قمت اجي هنا 4 ساعات واروح اقعد بالبيت شيء اصفن يعني شو اسوي؟ يعني هذا من اهم الاسباب اللي تخلي الانسان مريض نفسيا مرض هو مرض نفسي موجود اساسا يعني لانه ما معقول الانسان يخلى من المرض النفسي مهما يكون صح بس اكو مرض من مرض اكو انسان واعي يقدر يدبر اموره شويه منها شويه يقرا الكتاب يروح المكتبه يعني يدبر اموره لكن الاخرين كيف؟ يعني احنا كناس كبار يعني احنا كل احنا ناس كبار كنا مثلا كمثال يعني احنا كنا بتركيا نطلع الصبح نروح اكو مقهى عراقيين قاعدين نتعرف على هذا نشاف هذا نسال وياه طبعا نحس كانه احنا في بلدنا يعني اكيد طبعا هو الدعم الاجتماعي راح يجي نحكي عليه بالتفصيل الناحيه راح نحكي عليه هذا بالتفصيل هذا الشيء كلش مهم اي هذه الجوانب عده جوانب ما عدا الامراض الموجوده بالجسم مثلا اي مرض أنا كان مثلا عانيت من أسناني لحد أنا أعاني منها سوالي تخم سقط يعني ما أقدر فكر بي تمام يعني ما أفكر علاج سويت عملية فترة ولحد أنا أعاني منها كمثال يعني الأشياء واية أمثلة صحيحة بعد أيضا بالأخير طوني فك سبب ليش الإنسان يصير بأمراض نفسية سبب واحد غربة يعني غربة قالوها يعني ضغط المادي نظام حبيبتي هنا اكو نظام يعني نظام يقول خذ كي لا تموت اكيد اكل حتى لا تموت تشتغل لنا هو هذا النظام الموجود حاليا يعني احنا هذا نعرفه او القارئ لانه هو كيف يتغير مستوى المعيشه يعني شو؟ يعني انسان هذا معاناه البشر هسه هو هذا اللي راح نحكي بالتفصيل اول شيء الاسباب اللي تزيد من المرض النفسي يعني اكو اول شيء تاريخ عائلي ماضي بالاصابه بالمرض النفسي يعني جينات الانسان مهمه اكو ناس يصير بيهم واكو ناس ما يصير بيهم قابليه تحمل الانسان انت قابليتك مو مثل عن الوعي هذا احنا عن الوعي يلعب دوره الوعي الانساني الوعي هسه بنجي نحكي عليه بس اهم شيء انه انت معرض انه انت وراثه الجينات فشي كلش اساسي انه ناس تصير بيهم مثلا شيء زافين وناس لا هذا سبب ما يصير ننسى بعدين اكو يعني ظروف الحياه القاسيه اللي انتم حكيتوا عليها الانسان يفكر بالمشاكل الاقتصاديه هم دائما عندك تفكر بالاولاد تفكر شلون تشتغل حتى تجيب القوت لنفسك زين تفكر دائما اكو هم دائما ممكن واحد يصير عنده حاله وفاه حاله الطلاق كل هذه اسباب دائما حياتك انت تفكر بشيء يعني حاله مرضيه بالجسم مثل الاسنان مثل السكر مثل الضغط تعرض الانسان الى حاله انه يصير عنده مرض نفسي تلف بالدماغ يعني الانسان اذا صار عنده فت حادثه وانضرب على دماغه تلف بالدماغ يتعرض الى بعدين نوع من الخرف او الزهايمر والديمنشيا من يكبر بالمستقبل دماغه صار بيه تلف عندنا بعد احداث صادمه ومؤلمه ومعاصرة الحروب اللي هي احنا اللي صارت عندنا بالعراق اكو احد من عندكم ما يعرف النوع منو عنده اسير منو عنده شهيد منو عنده مفقود منو عنده احد راح بالاحداث الطائفيه ماكو احد من عندنا ما صار بهذه الاحداث بعد اكو ناس تستخدم الكحول الادمان على الكحول احنا نعوف الجانب الديني بس توصل مرحله ان الانسان من يصير مدمن على الكحول يوصل في مرحله راح يتعرض الى اصابه بالمرض النفسي عندنا بعد الانسان اذا هو مهمل بالطفوله طفوله يعني
يعني خلينا نقول متعرضة للإهمال والعنف، يضربوا أهله بالطفولة، يعنفوا، متعرض إلى أحداث قاسية، هذا من يكبر راح تأثر على نفسيته وعلى شخصيته. بعد قلتوا عليها قلة الاختلاط بالناس وماكو علاقات اجتماعية، إذا ماكو هذا الشيء ليش هذا ليش؟ هذا شنو علاجها يعني؟ علاقات ما في أمريكا شنو علاجها؟ هذه علاجها لازم برامج هنا نسوي لكم. هذا لازم الإنسان يطلع من خلينا نقول الكومفورت زون مالته، يعني إنه أنت ما تريد تختلط، لازم أجي على نفسي شوية، أحاول أتعلم اللغة، أختلط بالناس حتى لو شوية أستحي من عندهم، بس أحاول أدخل بيناتهم، أجي على نفسي، مو ما أظل بوحدي. لازم أظل بوحدي. بس أيضا بعض المرات العلاقات الاجتماعية تسوي مرض. مكان الاختلاط وين؟ تمام. أكو علاقات اجتماعية هي اللي سموها toxic relationships، يعني سامة، علاقات سامة، كأن يكون شخص وياك بالبيت، زوج أو زوجة أو ابن عاق، ممكن يأذيك وصل عندك حالة نفسية، أو جيران أو جيران، فلازم الإنسان يكون ذكي شلون ينتقي هاي العلاقات الاجتماعية. علاقة مزعجة أو سامة أنا أبتعد عنها، أنهيها من حياتي، ما أريدها بعد. أختار علاقات والناس بطريقة ذكية، إنه بنفس الوقت انه علاقاتكم سطحيه ولكن مو سطحيه، تفهمون علي شلون؟ يعني تاخذ المفيد، انه اطلع ويا الناس لساني حلو يعني، بس ما ادخل بالعمق وياهم حتى اجرب المشاكل. شغله مرات نعم الوظيفه صارت الوظيفه، مثلا كنا بالعراق وظيفه جايه تشتري وظيفه اقل، هاي متاثره اكيد طبعا. انت كنت بالعراق مثلا خلينا نقول مديره قسم، تجين مدرسه ليش ما كانش مستعد، تجين هنا هنا الريكويرمنت والطلبات غير شكل مثل في الوظيفه، طبعا اشتغل مثلا كير جيفر صار يتاثر علي. طبعا انت هذا مو ذنبك، هذا ذنب بالوضع اللي انت به، هو اللي عارف شيء ما ظنيت. بعدين نجي على نكمل على العامل اللي خاصه باللاجئ العراقي، حروب وعنف وأربع سنوات لسنوات. آخر شيء إحنا العنف جزء حتى من يلعبون الأطفال، بتشوفون هاي الصورة ونصعد وياهم الكبار عادي، يعني التفاهم إحنا طريقة ماكو نقاش، أكو فشي اسمه صراع عركة، تحكي ويا شخص بالشارع سوى فد مخالفة، مثلا ذب قدامك حاجة بالقعزبل أو فشي، تحكي ويا رأساني عقب وجهك، أبو الكية ما يقبل تحكي ويا الجيران، مثلا صار مشكلة ما حلوة بالتفاهم، لأنه هذا السبب ما نقدر ندوم نظام. هذا مو أسباب كل الأمر، ما يعني صارت عادية أكيد، يعني أكو شيء جاء ماكو شيء بحدة، ماكو شيء جاء لازم صار النظام ما موجود، نظام ما موجود، راح تقتل الآخر، تعاملوا بالعنف ويا الناس، صارت هالشكل. هاي نجي بالتاريخ مالتنا، كلكم تعرفون 8 سنوات حرب ويا إيران، بعدين نجي هاي الحرب اللي دمرتنا، حرب الخليج الأولى، وبعدين يجي وراها الحصار والتعب، بعدين هذه الحرب الأخرى 2003 حرب الخليج الثانية، واللي صار مخلفات، قتل طائفي، الناس تهجرت من بيوتها. بعدين تجي الإنسان يطلع من العراق ورا 40 سنة شايل الهموم على ظهره كليته، شكو هم من 40 سنة، وين يروح؟ يريد يخلص من العراق. أول شيء أول جماعة من اللاجئين اللي هم سنة 1000 هاي، بعدين ورا حرب الخليج الأولى صارت، بعدين هاي سنة 91 92، بعدين يروح وين؟ يروح من سوريا، يطلع من العراق، يروح سوريا وتركيا، ويروح بعدين يريد يطلع الأمريكا. بس هو يعني المشكلة سوء الحظ، روح السوريا، بعدين سوريا صار عليها اللي صار، بعدين يروح لتركيا، تركيا ما يريدون اللاجئين، اللي حالفهم الحظ وما رجعوا للعراق من تركيا، هم يعتقدون حالفهم الحظ، تطلع لهم الفيزا خلاص. يعني أسباب مهمة كلش مهمة. نعم. مثلا أنا واحد من الناس، ايه؟ أنا جيت وحدي لأمريكا، ما عندي حد. بيت لا ما أبو فرح، يعني فرح أنا ولدي خواتي بناتي كلهم خارج أوروبا. أنت شايف المحاضرة قبل لا قدمها؟
شو يا هلا قبل لا احكي السلايد انت تحكي قبلي ايش ما صرحتي حركتي حرا علي عايشه ما جاي طيب ما جاي ما جاي بعدين يوصل الامر هو اتوقع انه خلاص هذا يحقق حلمه بعد هاي الحياه السعيده والجنه بانتظاره بس لسوء الحظ راح تصادف عدة مشاكل. أول شيء حاجز اللغة، يعني مو كل الناس إنه يعني لغتهم قوية ويقدر يختلط بالناس، وكل شيء مبني على اللغة. إذا لغتك مو زينة ما تقدر تتعلم، ما تقدر تطب للجامعة. إذا لغتك مو زينة ما تقدر تشتغل. بعدين تجي صدمة ثقافية، يعني انت جاي من مجتمع شرقي مجتمع محافظ، راح تشوف هنا بأمريكا انه الناس غير شكل، مجتمع غربي مجتمع عنده انفتاح، مجتمع ما يحاسب على الدين، الدين كل واحد ودينه، بس كل من يريد يسوي ايش يسوي بالعلن، ما حد يحاسبه مثل عندنا بالعراق، اكو يعني عادات وتقاليد تحكمنا مو بس الدين. هذه هم نتأثر على نفسه. بعدين مشكلة التعليم، يعني التعليم هنا غالي، وبالنسبة قبل اللي يكون غالي اللغة أصلا هي مسوية حاجز لهذا الشيء، والتعليم جدا مهم. عندنا بعد التمييز العنصري، هنا يعني شئنا أم أبينا هي حقيقة، التمييز العنصري موجود، وهذه دائما ندرس عليه احنا بالجامعة، انه تمييز موجود ضد اي فئة هم اقلية، اكو تمييز عنصري، هذا ممكن يأثر بنفسيتك اذا احد، خصوصا بالنسبة للمحجبات. مثلا اذا مشيتي بالشارع واحد تعرض لك لحجابك او حكى عليك بفد الفاظ مو حلوة، تنقهرين لو ما تنقهرين، تخافين تطلع من البيت بعد لو لا، مو صحيح؟ ثاني يمكن ثاني يوم تمشين تتلفتين دائما مدارج. قلنا فرص العمل، يعني هنا تشوفون فرص العمل يطلبون اشياء مثلا requirements كلش عالية، يعني مو اي واحد ممكن يحصل فرصة، لازم تعليمك يكون كلش زين، لازم عندك لغة كلش زينة، زين هذه فرص عمل ماكو، يعني دخل ماكو، دخل اقتصادي ماكو، دخل المحدود هو سبب كل المشاكل، يعني ما عندك فلوس، يعني صحتك مو زينه، ما تقدر تتونس، ما تقدر تطلع، هواي اشياء راح تنحرم من عندها، الماده هي سبب كل شيء. اكو قول ماثور الامام علي عليه السلام يقول المال في دار الغنى في دار الغربه وطن، يعني اذا انت عندك فلوس بالغربة هذا الشيء راح هاي هي بعد يعني هو راح يحل عندك يعني مشاكل. عندنا بعد مشكلة السكن، اللي دخله محدود مين يجيب سكن زين؟ اذا انت بيتك كلش صغير والعائلة كلها متكدسة واحد فوق الاخ، زين عياط، ماكو 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 استقرار، ماكو راحة، الجهال يعيط 24 ساعة، الام والابي يتعاركون، زين المحصلة نفسيتك راح تتعب. قلة الدعم الاجتماعي، يعني تيجي هنا المحظوظ راح يكون جاي ويا عائلته، هذا نسميه محظوظ، عائلتك دائما مدارك يهونون عليك، يعني انت مو شرط تروح تحكي ويا الطبيب النفسي، تحكين ويا اختك، تحكين ويا الوالده، تنسي لها شويه ترتاحين، تحكي لها شويه ترتاحين، بس اللي جاي بوحده شو يسوي؟ المن يروح؟ المن يشكي؟ زين هو لغته مو زينه، بمن يختلط؟ اصدقاء امريكان ما يقدر يسوي، اولا هم يختلفون عنك بكل شيء، زين ثقافتهم تختلف عنك، واللغه تاثر، يعني حاجز اللغه ما تقدر تتواصل وياهم، تبقى معزول. اثبتت الدراسات انه مو الرياضه ولا الاكل الزين اللي يطول العمر، ولا الرحم والعلاقات الاجتماعية، كل ما كانت عندك علاقات اجتماعية هواية عمرك راح يطول، مو الرياضة ولا الأكل الزين. لا أكو أمل لا زين، هاي الظروف اللي تخلي الإنسان 24 ساعة أنت ضغط، كلكم تفكرون كل من عندهم شكل، الله أعلم أنا ما أعرف، بس أكيد كليتنا كل واحد عندهم شكل، زين والله أعلم شنو، بالإضافة إلى أنه هاي الظروف الصعبة اللي عشناها من العراق للمهجر للمخيمات
تؤدي بالجسم إلى حالة نجهة العلم يسموها حالة المحاربة أو الفرار. هذا التفاعل شو يسوي بالجسم؟ هذا يهبط مناعة الجسم، يعني تنفرز فد هرمونات بجسمك تقوم بعد أي مرض أي فلاونزا، ما عندك أي مقاومة، رأسا تلقط الفلاونزا، رأسا يصيبك أي مرض نفسي. نجي نشرح بالتفصيل شوية. الفايت اور فلايت رياكشن او تفاعل المحاربه والفرار، انه هاي حاله استجابه عامه للجسم بحالات الطوارئ. شو صار؟ يعني يتحفز الجهاز العصبي بشكل مكثف بالاضافه للغده الكظريه، وصار تغييرات فسيولوجيه تسبب بسبب افراز الجهاز العصبي لمجموعه هرمونات من الادرينالين والكورتيزول، والتي تضع الجسم في حاله استعداد للدفاع مواجهه الخطر والهروب في حاله عدم تكافؤ القوى. يعني هاي الله خلاها بينا حالة طبيعية انه صار عندك هذا التفاعل بجسمك. ليش؟ مرات تتعرض الى فد موقف يستدعي من عندك رأسا لازم تاخذ اجراء سريع، يا اما تواجه هذا الموقف حتى تدافع عن نفسك كأنه ما واحد حاول يعتدي عليك او حاول يسرق جنطتك بالشارع. رأسا راح تتأهبين لهذا الشخص بسبب الافرازات اللي صارت بجسمك الادرينالين والكورتيزول، زين، حتى يا اما تواجهيه تدافعين عن نفسك او تنهزمين اذا شفتي هو اقوى من عندك ما تقدري عليه، باخذ الجنطه او خلصتم على ريشاتك. بس اذا 24 ساعه انت هذا بجسمك 24 ساعة يومية مو بلحظة واحدة مثل الموقف اللي شرحنا، يومية انت هذا الحالة مالتك كورتيزول وادرينالين 24 ساعة دائما متهيئ جسمك. هذا الكورتيزول، سامعين بالكورتيزول كلكم من تأخير الحساسية؟ شو يسوي هذا الكورتيزول؟ هاي الحساسية اكو خلايا بالجسم تفرز مواد تخلي السبب عندك حكة او احمرار، فهذا يخمده الكورتيزون نفس الكورتيزون، زين. نفس الشيء يسوي ويا الخلايا المناعية بالجسم، يهبط المناعة. انت اذا مناعتك قليلة شو يصير؟ بعد ما عندك اي مقاومة الامراض، يعني تلقط الفلونزا بسرعة، اي مرض اي عدوى اي التهابات تحصل عندك بسهولة، لانه هاي الهرمونات موجودة جسمك دائما. نجي على الأمراض اللي تعرض لها الحالات النفسية اللي بكل هذه الأسباب. صار عندك أكو فد حالات، أول مرض رح نحكي عليه اضطراب ما بعد الصدمة أو البوست تروماتيك ستريس ديس أوردر. يعني هذا المرض أكثر شيء يشكون منه الناس اللي صارت عندهم صدمات يعني بحياتهم، شخص عندهم توفى قدام عينهم، انقتل بالطائفية، ممكن اي صدمة قوية تأثر وتسبب لك هذا المرض. للعلم هذا مو رأسا، ممكن يعني انت مو بنفس اللحظة تولد عندك، ممكن بعد سنوات، خليكم 5 أو 6 سنوات تطلع عندك المرض هذا. نشرح عليه. اول شيء الشخص يكون فاقد للحس او يتصرف بحدة خاصة تجاه الاشخاص المقربين من عنده، ويكون غير مبالي بعد، خلاص كل شيء ما تبي، شو صار دار ما داره هو ما يهتم، لا أبالي شو صار خلي يصير، زين. بعد يفقد اهتمامه بكل شيء، ماكو أي شيء يستمتع به، ويصير عدواني وعنيف أيضا بعض الأحيان. الأعراض الأخرى، دائما يكون الشخص عنده شعور بالذنب لبقاء أو حيا بعد الحادث، يعني أكو ناس يموتون أقرباء أشخاص مقرب، هو ما مات، دائما يحس بالذنب ليش أنا ما ميتت وياهم. دائما يصير عنده صعوبة بالنوم وكوابيس ليلية. دائما يكون منفعل، دائما يكون متيقظ باستمرار، يعني انه هذا حكينا على حالة الانفعال، انه دائما انت متيقظ واي شيء صار يعني ما تستجيب له بهدوء، تواجهه بطريقة انفعالية. عندك انت الانسان يفقد ثقته بالناس بعد، خلاص يعني يقول ليش انا صار بي هيك هم ما صار بيهم. يفكر انه الناس بسببه ممكن صار هذا الشيء لي، فيفقد الثقة بيهم. الانسان بعد يقوم يتجنب الناس وينعزل، وكل ما تمر الحادثة حتى يتذكر هذا الشيء تتولد عنده نفس المشاعر.
ممكن الموضوع الحالي ينعاد دائما على الشخص، يعني عيد يعني كأنه ما نفس الموضوع نفس السيناريو، راح الإنسان ينعزل عن عامل خارجي ويعيش بعالم هو من صنع عقله، زين نفس الحادث يوميا يشوفه. طبعا هذه الحالات اللي كلش متفاقمة، كل مرض بدرجات حالات مو دائما نفس الشدة. ممكن الصرع عنده مثل ما قلنا بسبب هذه الهرمونات، أعراض جسدية يعني صداع، يعني ضيق بالتنفس، الانزعاج بالجهاز الهضمي، يعني أعراض شو تريدون من أعراض جسدية ممكن تطلع عنده. المريض هذا يصير عنده حالة اكتئاب ويفكر أيضا بالانتحار، زين، ويصير عنده قلق. مو بس يعني هذا الأعراض، يعني ممكن الإنسان إذا صار عنده اكتئاب يوصل مرحلة يريد ينتحر، بعد ما يريد الحياة، الحياة ممتعة، حد بالنسبة له كابوس وسجن يريد يخلص منه. المرض الآخر اللي أثر باللاجئين هو القلق، مثل ما قلت كلكم تفكرون بالمستقبل، ما تقدر تستقر، دائما تفكر أكو شيء شاغلك. الحالة النفسية تظهر على شكل توتر مستمر بسبب شعور الفرد بوجود خطر، حتى لو ماكو هذا الخطر هو راح يفتعل خطر ويفكر به. ممكن يكون هذا الشيء أصلا موجود وممكن يكون ما موجود. أعراض القلق كلكم يعني تعرفوها، يكون الشخص محتاج يعني قلة التركيز، التعب، التوتر الشديد والعصبية والصداع. يكون عنده صار أيضا إسهال وألم في البطن، كثرة التعرق، صار عنده أرق ما يقدر ينام بالليل، تشنجات بالعضلات. أكو نوع من هذا الموضوع من يتطور، مو بس يصير قلق عادي مثل هذا اللي احنا نشوفه يوميا، يصير فد شيء يسموه قلق المتعمم generalized anxiety disorder، يعني هذا دائما قلق يوميا، ماكو لحظة معيدة ومو قلق، بشكل يعيق يعني حياته وسير حياته، بشكل انه ما يقدر يشتغل، ما يقدر يركز، ما يقدر يدرس. طبعا هذا يأثر بالنشاط اليومي للمريض، والمرضى اللي يعانون من هذا الشيء دائما اكو قلق، ما يرتبط بوضع او الشعور دائما بالقلق يؤثر في علاقات الانسان. طبعا يعني اذا انت عندك موعد ويا احد، زين، وتفكرين بالموعد اكثر من اللازم، شو راح تسوين؟ راح تروحين قبل الموعد خلينا نقول بساعة، يعني انت قلقة الى درجة مرضية، يجي الشخص متأخر، انت في نظرك هو ما جاء متأخر، هو جاء نفس الوقت تتعاركين وياه، راح يأثر على علاقتك به ولا لا. ممكن طبعا المرض هذا ممكن يتشخص وممكن يتعالج، الى الانسان انه انتبه وكان مثقف واعي يعالج، ممكن يتعالج يعني وتطور ثقته بنفسه. طبعا انه هذا القلق يعني صرفة بعدين مو انه عرض فقط، صار عادة وسهولة بالانسان، بعد ما يجوز من عده لحد ما يوصل في مرحلة تأذي نفسيا واجتماعيا ايضا. ممكن هذول طبعا تتصف يعني هذه لخصها بكذا صفة، انه يكون هذا المرض يستمر اقل شيء 6 اشهر ويكون شديد وتصعب السيطرة عليه. طبعا الشخص ممكن ان يعني يشفى من هذا الشيء، بس تترك عنده احساس بالقلق لدرجة معينة، درجة يعني بسيطة. ممكن طبعا قلنا يعيش في حياة توتر دائما بجميع مجالات الحياة، ويشعر انه قلق جدا حيال امنه الشخصي، دائما يحس انه اكو شيء مو زين راح يصير. يتولد عنده شعور سيء انه فتشي راح يعني شيء سيء راح يحدث إلى هذا الإنسان. نوبة القلق تبدأ يعني الإنسان بعمر مبكر، هذا يكون معرضين إلى عندهم في عمر مبكر. اضطرابات القلق يعني تمنع الإنسان من شعور بالهدوء والسكينة. أن مرض الكآبة والدبريشن هم الأمراض المزعجة جدا وصعب العلاج بالنسبة لهذا المرض. مرض الكآبة من أمراض النفسية والفيزيولوجية، تبدأ بشعور المصاب بالحزن والضيق والمزاجية وقلة النوم والاستيقاظ المبكر، مثل ما تفضلت، يا أما ينام هواية يا أما ما ينام أصلا.
يفقد الشهية بعد يفقد الوزن بعد ما يفقد الشهية. بالإضافة إلى ذلك الإنسان ما يقدر يركز، عنده صعوبة بالتركيز، ينسى هواية، ينطوي على نفسه، ينعزل، ما يشارك الناس بأي فعاليات اجتماعية، ينام لساعات طويلة بس يريد يخلص اليوم، شلون ما كان يقضي شلون ما كان، ما عنده طاقة لعمل أي شيء، إنه يفقد الطاقة، بعد ما يقدر يحس نفسه ما عنده أي طاقة ولا أي اندفاع حتى يؤدي نشاطاته العادية اللي يقوم بها مثل كل يوم، مثلا يودي الأطفال المدرسة، يتسوق، كل شيء ماكو، بعد خلاص انتهى هذا الإنسان. إضافة لذلك إنه شعور بالألم بالجسم، آلام الظهر، دائما نشكي من آلام الظهر وآلام الرأس بصورة يعني دائما راحتنا للطبيب إنه وجع بالظهر، وجع بالرأس، ممكن تكون بسبب الكآبة. بعد عندنا قلنا على الوزن، طبعا الإنسان هذا تصيب نوبات بالبكاء الغير مبرر، على غفلة يقعد يبكي، يعني ما يعرف ايش بيه، اكو يحس ثقل على صدره وعلى غفله ويقوم يبكي. عندنا امراض الهلع اللي هي البانيك ديس اوردرز، نوبات هلع متكرره غير ناتجه عن خطا في استعمال الادويه او سبب طبي او سبب اخر. ونعرف هي نوبات الهلع، هي شعور بضيق التنفس والارتجاف والتعرق والخفقان في القلب، شعور بالدوران والدوخه والغثيان، الم في الصدر، عدم الراحه، شعور بصعوبه في البلع، الخوف من الاصابه، فقدان السيطره على النفس، شعور بعدم الواقعيه، تنميم في الجسم، ارتعاش واحساس بالسخونه والموت. طبعا هذه نوبه تتكرر عند الانسان فنسميها أمراض panic disorders أو أمراض الهلع. من يتكون العلاج النفسي؟ يعني العلاج النفسي مو بس أدوية، ممكن أحد يتصور أنه ما يريد يروح للطبيب لأنه ما يريد يشرب الأدوية، بس هو الأدوية إحنا هذه مو أول شيء، نبدي ويا خطة ألف باء جيم لحد ما تمشي على الخطط كلها نلجأ للأدوية. أول شيء أهم شغلة بالعلاج النفسي يسموه العلاج طريقة الأسلوب والإرشاد النفسي، الإرشاد المشترك بين الأصدقاء، وهذا مهم جدا في علاج الاضطرابات النفسية. يعني من تحكي ويا المريض تعلم أساليب إنه شلون يسترخي، شلون مثلا يحاول إنه ما يخلي الأفكار السلبية تسيطر عليه، يعني ممكن يسمع موسيقى هادئة، ممكن يقرأ في الكتاب، ممكن اكو تمارين يسموها اليوغا هسه اللي كلش منتشرة، اللي هم كلش يحبوها حاليا بامريكا لانه تساعد على الاسترخاء، وهم الحياة كلش هنا كلش تتاسفه، فاليوغا كلش مهمة. عندنا بعد الانسان هو يحاول يساعد نفسه، يعني اذا انت ما تساعد نفسك ما حد راح يساعدك، انت لازم ينجي من عندك هذا الاندفاع حتى تطلع من هاي الحالة اللي انت فيها، مو بس الك، للناس اللي دار مدارك واللي يحبوك. يعني اذا انت مالك وهس بالحياة، اكو ناس مسؤولين من عندك، هم يريدون يعيشون، فالخاطرهم لازم تثقف نفسك. قلنا علاج بالموسيقى والافكار الابداعية مثل الرسم، اكو ناس تلتجئ للرسم، الرسم يساعد ان يطلع المشاعر السلبية. الغذاء كلش مهم بالنسبة للمريض، الغذاء هو يعني خلينا نقول أهم شيء بالنسبة للصحة هو الغذاء. أكو أغذية معينة تساعد على تحسين الصحة النفسية وتقلل الكآبة، مثل عندنا الموز اللي لمن أو الدارك شوكولات، هذه أغذية من تأكلوها تحس إنه أكو فد شيء، يعني أكو فد تحسن بالموضوع، فهواي أكو شيء أغذية. إن شاء الله نسوي محاضرات أخرى بالتفصيل عن الأغذية المهمة وشنو كل شيء فائدته. اخر شيء يجي علاج بالادويه، ما نفع هذا العلاج السلوكي، ما نفع التمارين الاسترخاء، راح نسوي له علاج بالادويه. اكو ناس تلجأ الى وسائل سلبيه حتى يتخلصون من المرض، يعني هو يقوم يفكر باساليب يعالج نفسه ما يريد يروح للطبيب. مثلا اكو ناس تلجأ للتدخين، اكو ناس تلجأ للكحول، اكو ناس تستخدم العقاقير المخدرة، يعني من كيف بدون وصف الطبيب يروح ياخذ العقاقير المخدرة لأدوية الإدمان ويصير مدمن بعدين. اكو ناس يسموه هذا السحر والشعوذة، تروح على واحد
بحجاب او يقرا على راسه او في شيء، هذا الشيء يعني جدا مرفوض. هو المرض النفسي مرض حالة الضغط، حالة السكر، يعني اكو اسباب اله، مو بالعلاج بالسحر والشعوذة. اكو ناس عندهم مفاهيم خاطئة عن المرض النفسي. اول شيء الناس يعتقدون هو مسألة روحانية ما لها علاقة بالدماغ، ولهذا هم يروحون على يلتجئون للعلاج بالسحر والشعوذة، يعني يقولون هذا ممسوس او بمسلسل جني. كلكم سامعين بهذا الشيء، بس هو يعني ماكو هيك شيء صراحة بالعلم. احنا نحكي علميا، اثبت العلم انه لا يقبل الشك بان المرض النفسي ينتج عن خلل عضوي او وظيفي في الدماغ، ولا يختلف عن اي مرض اخر الا بالمظاهر التي تنتج عن اختلال وظائف معقدة للدماغ وتجعلها تبدو غريبة جدا، وذلك تعزى الى قوة غيبية. ولكن العلوم العصبية ساعدتنا على فهم هذه الظواهر بواقعية بعيدة عن خرافة الغيبيات اللي ما زال الدجال والمشعوذين يضحكون بها على عقول الناس، خاصة هذا الموضوع اللي عندنا بالعراق. علاج الأمراض النفسية بالأدوية، كما فاهم خاطئ عن الأدوية، يقولون الأدوية النفسية تسبب إدمان، بس هي الغالبية بالأدوية ما تسبب إدمان. أكو مجموعة من الأدوية النفسية تسبب إدمان، بس إدمان بسيط، بس حسب شلون أنت تستخدمها مثل ما وصف لك ياها الطبيب، إدمان بسيط ممكن طبعا تخلص من عنده. هاي الغالبية ما تسبب إدمان، بس تسبب إدمان. هذه عند استخدام الأدوية النفسية أكو ناس تستخدمها لفترة طويلة، بس تجي تقطعها فترة، تقطعها بالتدريج حسب تعليمات الطبيب، يعني مو خلاص دوة تعلمت عليها صارلك فترة هاي صرت مدمن عليها، لا، أكو شيء اسمه علم، تقطعها بالتدريج وتتخلص من عنده، لا من طبعا تتحسن الحالة. عندنا الأدوية النفسية يعني أمينة كلش، أصلا حتى ممكن أكثر من الأدوية تستخدمها للضغط والسكر، ليك تسبب مضاعفات، هذه ما عندها ليك المضاعفات القوية. شكرا جزيلا.